بشوية بشوية كيجي خوت آخر الجزر عنده جوج خوت حطيناهم لك ديك الساعة قول لي راه عزيز عليا الخوت فاش نطيب الخوت مليح أبشوي بلين بلين هاد الشهر كلش عندو زوين هاد بلي كليت قمصة ناري ناري كلاكو ما طاحت لي في الطبزيق خويا مليح 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 اش كدير انت كمل لها هادي راه اجونس ماشي صداك مرحبا زوينه عندك هاد المرحبا هادي لقيتني كنفكر فشي سميه ديال الصناك والله دابا في الليل ما كيبقى ما يدار ما تهبيرو علاش ما نقلبوهاش صناك مرحبا شرف الله فطرك قبح الله وسعيد سميه بوريده ياك لاباس واش الدرب ديال الكوليسترول من عليا 16 ماكلة وديال السكر حتى هو من عليا 12 ماكلة أما ديال القلب ما نقوليكش من عليا كلشي هاكا حولك شتي ليك الدجاجة تلحيتي عليها عرفتي اش دار راه حطم رقم قياسي بالقفز على دجاج محمد هذا واش الكرم ديال الله يكرمو 14 عام اخويا ما شفت الدجاجة ولا شميت ريحة الدجاجة واحد عام دارو لي فيكم كانوا كيسقاو السيروم كيفاش السيروم؟ السيروم هي الماكلة ديال الناس اللي مرض كيدوزوها اللي بغا يفتيهم وزوينة هاد القضية ديال السيروم كون درت شي ريستورا ديال السيروم ندير حدا السبيطار والله بغيت لي السيروم ديال الكرعين تفضلي حيد السيدة صاحبي لك السيروم ديال الكفتة أنا غنبدل لك السيروم ديال الفريت واخا ماشي مشكل واعر هاد القضية برك برك نديرك التفريط ديالك عافاك خلي سيدي يكمل هضرته تفضل أسيدي عنده الحق كلامو على صواب المرضى بحال الناس هما خويا عطيوهم الكونجي اي عطيوهم حقهم في الماكلة والتغرى اي اخويا ولاو غير مرة في العام نتا عطيوك كونجي على هذيك الحالة اللي درتي الدجاجة اللي خديتي كونجي يوم عيد تشقى من هاد القبال المرضى عندك كاع كطيب بزاف تلقاها كدير لك غير مرة مرة الصوبة شكون اخويا ما تشوفش ليا الصوبة انا مزال واش كاين الصوبة اخويا نقات ولا تقطع ليا في راسي وكدير ليا الصداع اي واش اخويا كنفطر الصوبة وانت شرب الصوبة وتغدى الصوبة بزاف هذا المجد بدا ذكرنا ونسكر ماشي بحالنا دابا حنا راه تجرحنا كيخرج لنا الدم هو لا كتخرج لي الصوبة الله يهديها حتى هي دايره ليا الحصار واش عمركم شفتوا الثلاجة ديال السلسلة ونخدم قلت لي مرة مرة ما كتخرجش تاكل برا مرة مرة كنخرج من الزنقة وكنضربها بغلقة وكندبسها ولكن فين ما كناكل كنسخف وكنقول لهم ديوني نيت الحمد لله دابا بلي كليتي ما بقى لك والو ياك لا دابا راه تفهمت انا وياك في الاول واش فهمتي اتفقت انا وياك ما يسقط تضرب واحد دابا انت مشاك ما في جريمه اش من جريمه 16 درهم دبرت معاها في الصباح هذا عرفتي شحال كان الساعه 3 ريال حبس اخويا التقريه حبس نقول شنو كيحبس التقريه كنهار اخر سيف هذا مالو بيت باجو الصخرة مات لا بغي حليب وين مات قلبو كيضرب لي خيستين مات وقلبو كيضرب شتي فعلا ميسيو انيس الله يرحم والديك تقولش ليهم انا اللي عطيت شويه ياكل انا مزاول في امي وامتك الله يسامحك في داك الصالي هذا استرني وسيدي قلت لي انك اللي ديتي كتشارجي لي دغيا زيد تشارجي عليا بالمونتيفات انا ما بقى اللي جاو البوليس قول لي ما خاطر نقدر نجبر اداه الجريمه شنو هي اداه الجريمه داك العدومه اللي شاطوا عليه من الدجاجه لا ما تقيتش شي حاجه تيجي البوليس انا ناقر ما عندك كيفاش تدبر بلا غير ندير ليك تشريح غيعرفك انت اللي عطيتي الباب غيبقى البصمات ديالي في الكنسة انا غادي نهرب غتبقى هنا غافور الكراجل لا لا بحال هاد المواقف هادي انا سميتي زويلة ما نسوقيش في هاد الدرب يستاهل عقوب عرفت اش غنديرو ميسيو انيس الا اتفقتي معايا على ديك الفكرة ديال الصناك اللي كوينة نطحنوه ونبيعوه كفتة بصح ماقيتي باغي تغد السيد كفتة نبيعو شاورما وبارك الله الخوية ديالك وأول على الحسب اللي جاو البوليس انا مزاول فوي راه دبرت عندي واحد 16 ريال زيدني انت غير واحد 2 مليون عندك الضرب الحيف فاق
نجيب لك الشنطه.